بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ولليال إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحبنا وشاقي ذاتك مسلمين تا هدير دباتا كل احتماع ضوعيدي وحيا دبتر سنيسو إنا دبكا لغا حاليو أو ذاتك كلي ولا لهو غا إنا يوهي ليان هدير مركا أي قرقار يقرمت هدير كالدونان إلى إحساس إلهي وإن استنصروه في الدين فعليكم النصر با إلهي ولا له إن مركا أو قرقار قرقارك ولال كانا واحد كهليسا قرقارك إلهي بات كهليسا. نبي وحيد عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. روح ولالكي هدي وقرقارو قرقار كاس ولالكي وقرقاري وحي قارثين إيسا إنو قرقارك إلهي مركا كهلو رسول كي باصدا إنو الشاي. وحن نبي وحيد عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وحويه ولالك يا مسلمك هدي وحويه وقدر يهي وقرقار هدي اللي قدر يهينا وقرقار يو رسولك وين دي أصحاب تهلك سؤال بيكسو جيدين والله بضن وحويه الاسطلمية يا ميد وحويه أقوم بيقوليهين سيدي اللي قرقار لها وواكي كلا الظلمية يوم اللي قدر يهي ظلمي قاسي وحو ضونها أهاضو نفتي سيبا للظلمية، مالكي سيبا للظلمية، شرفتي سيبا للظلمية، وحوي يا مركا ولو قرقارية كا وحوي لغا قردرية هاي احد قذبك لغو السمايين اصحابة رسول كوي كدرك سنتهاي سيدي لوغو قرمن لها يا سيدي لوغو قرقاري لها اي وحي مركا النبي قوي ديين كان استو قرطرد وضا سيدي با لوغو قرقارية تاسي النبي كفى إذا سليان إلهي بايني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذين إذان مركا وحي أين إذان أقوان ورهين ذاتك أقوان تلويدية دينة إسلام كرا عدة أقوان وقوه الرئيسة والنبي محمد نبي محمد با مركا أهر وقوه الموسل صداس مركا وحويان نبي وقوع علم بضنا ويا صحابته أي مركا أي علم جاي كبر نيسي دين مركا وين سؤال يان رسولك إلى وحدة كان قرطرا صدام وحوي مركا وقر قارا أي استق مركا الظلم جا مركا الله إيمان أيا تاسا وحوجا أي فهم جوجي كير مركا كير قريب نقضي مركا أساس رسولك وقعد ذايو يين النبي جا مركا ويدين يان محايا صحابته خير ويدل بيكون ذلك جرين إن النبي قال آدي آدو قفا إذا سمع كنت ذالي جرين إن النبي قال وحوي إلى هذا إن أضياء عال أوي مركز في عال أم غلال إيه كنت ذالي جرين إلى هين المؤمنين تكو أماني إن إلى هذا سمعنا وأطعنا إلى هي الرسول كيسو وحينا إلى هذا وان مغلينا مغل أن نفهم أينو وان نفلنا وان أدعينا سلاسي مركز أولين جرين إلى هين أمره يلي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إلى الرسول كيس مركا إني باقى المؤمنين تيي وحنرش إني قجرته وناكسني شرفت إني قجرته حياة طيبة وكان نلول وناكسن وفي عن إني قجرته إلى الرسول كيس مركا إني قيرانا إني باقى أجيب أبو إلهي سبحانه وتعالى تساس مركا أسؤاليين كان يسوي قدر هذا الليم الظلم جوضا الظالم كعاء بل سيد الله يسكهر تاجا يوم أحد جذب كيس مرك الله الجوكسان يوم سيبا نكيل نار رسولك وسيبا لو قرقاريا نبي وحده عليه الصلاة والسلام وحل لو قرقاريا وحل لججو جينيا ظلم جيا قدر هذا وضع يا مرك لججو جينيا هذا الروح قدر هذا ما مرت قدر هذا ذات راهو وادو قرقارتي كل كاركتي دينا الله يقول
isagu ama ha u arko inaad u gargaarayso ama yaan u arkine waad gardarada daa markaad tidhaahdo waxa weeyaan waad u gargaartay. Haddii waxa weeye wax garad yahay uu diin leeyahay uu dadnimo leeyahay uu damiir leeyahay waa inuu ku yidhaahdaa waxa weeyaan si fiican baad waxa weeyaan iiga joojisay qaladkii markaa aan waday. waxaana markaa shareecadu inoo sheegtay ruuxa markaa qaldama haddaad qaladka ku eegto dharaarta qiyaamaha inuu ku ashkateynayo uu ku dacweynayaa wuxuu kugu odhanayaa ilaahayow ninkaasi wuxuu igu arkaayey inaan qalad wado inaan dulmi wado maalinna ima odhan dulmiga iska daa ima odhan. hadda waxa weeye taasina waxay ku noqonaysaa ruuxa dadka wanaagga u sheegi waaya xumaantana markaa ka reebi waaya dharaarta qiyaama xisaabiyo iyo xuja u noqonaysaa. haddaba waxa weeye dadka muslimiintii inay markaa isku gargaaraan cidda la dulmayayo ama fardi ha ahaado ama jamaaco ha ahaado ama bulsho ha ahaado ama xisbi ha ahaado ama dowlad ha ahaado cid kastoo islaam la dulmayayo muslimiinta kale waa inay markaa u gurmadaan oo dhibaatadabana ah haysataa inay wax uga qabtaan. sidaasoo lahaa cumar ibnu khadaab inaan ruux muslima oo dhibaataysan inaan u gurmado oon u gargaaro yaan ka jecelahay jasiira carabiya oo dhan. jasiira carabiyo baaxaddeeda iyo ballarkeega waa taqaanaa. kolkaa waxa weeye ruux muslim u gargaaraan ka jecelahay jasiira carabiya. ilaa jeer cumar khadaab sabankiisii koox idil ama jamaaco idil yaa nin iskugu tegey kolkaasi markaa dileen kowbay markaa ka siiyeen. ilaahay wuxuu yihi walakum fil qisaasi xayaat, ruuxii wax dilay inaa la dilo weeye. qisaastana waxay neegu jirtay buu ilaahay yidhi. ilaahay isagaa maslaxadeenna iyo danteenna yaqaano, nolol baa inoogu jirta. oo macnuhu waxa uu sidee, nin kasta haddii uu yidhaahdo haddaad wax disho waa lagu dili, haddii la yidhaahdo hadduu yidhaahdo haddaad wax disho waa lagu dili, cidna dili maayo. deede nabadgelyada iyo nolosha ayaa hirgelaysa. cumar wuxuu sameeyey kooxdii ruuxa kalaata dishay uu laayay, deedna waxay bani aadamkii ku yar sheekaysteen oo ninka la dilay nin unbuu ahaaye, maa ninuu loo dilo, maxaa kooxdoo idin loogu wada dilay, jamaaco idin maxaa ninkale loo dilay. cumar ibnu khadaab arrintii buu ka daweeyo, wuxuu yidhi sanca waa caasimada yemen wey, dadka u soo hoydo oo idili hadday ruux iskugu tagaan waxa weeyaan waa la wada laynayaa. hargeysa hadday inan tuman jira ay u heshiisay disho hargeysoo idil sharcigu u dilaya. sidaa daraaddeed yuu cumar iyo dhammaanteed bal iska daa kooxda ninka dishay iska daaye, sancoo idil hadday markaa u heshiiso sancoo idil waan dilayaa. ahlu samaha iyo ahlu ardiga, samada ayaa degan, malaa'ig baa degan, iyo arladii bani aadamka. hadday ruux muumina u heshiiyaanay dilaan, ahlu samaha iyo ahlu ardigu naar bay wada gelayaan. waman yaqtul muumina mutacamidan fajasaau jahannama baa ilaahay. ruuxa markaa ruux muumina ku xadgudba naarta jahannabuu gelaya. ummadda islaamkii walaalnimadeeda inay aragta weeyaan, wada dhalashadooda inay aragtaan weeye, dhaqankooga iyo danahooga wanaagsana ka dhexeeya inay aragtaan weeyaan. wacdigan intaasuu leeyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.